السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين المهلة، مهلة 25 يوم. هذه الدول ستنافس السعودية، يعني وين الاتحاد وين الفيفا لكرة القدم وين يمهل 25 يوم لتقديم ملفات التي سوف تنافس السعودية في تنظيم كأس العالم 2034. يعني والفرحة، أنا كاني فرحان وين رياض محرز يعني وين غادي يدير، يعني نقولوا بلي يدير إشهار كبير يدعم ملف السعودية لاحتضان مونديال 2034. يعني وين الناس عادي الحمد لله كما يقول لك اليوم غادي نشوفوا بزاف أمور يعني في صالح كما نقولوا احنا في صالح هذه الدول العربيه. هذه هي اخويا تكون في صالح الدول العربيه، يعني وين الفيفا خاصه، يعني انا تبان لي بلي غادي تديها السعوديه، بالك تديها السعوديه احسن ما نشوف السعوديه بس راحت جابت هذه اللعابه وجابت من ماشي سهله، والله ما سهله، والله العظيم ما سهلة. راحوا جابوا اللعابة وجابوا منه وجابوا من، ما هي سهلة متالي يا أخويا. وين بعد إعلان السعودية نيتها التقديم يعني التقدم بطلب استضافة مونديال 2034، منح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا مهلة للدول أخرى لتقديم ملف بنفس يعني ينافس ملف السعودية. ووفق للتقارير وأن أستراليا هي المنافس الأبرز للسعودية، وأمهل الفيفا الاتحاد الأسترالي لكرة القدم والحكومات ولايات أستراليا والحكومات الفيدرالية وأي مرشح آخر يرغب بتنظيم 25 يوم فقط لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيتقدمون بالطلب لاستضافة كأس العالم 2034. ثم كشف عن جدول الزمن الضيق في نفس اليوم الذي أعلنت فيه المملكة العربية السعودية عن نيتها استضافة البطولة. وأصدرت الفيفا جدول زمني لملفات استضافة البطولة 2034 في الوقت مبكر من صباح يوم الخميس، وحدد موعد نهائي في 31 أكتوبر للعروض محتملة للتأكيد اهتمامها. وين يذكر أن الفيفا سيخصص بطولة كأس العالم 2034 للدول من آسيا. ورد أسترالي، وقال الرئيس التنفيذي لكرة القدم الأسترالية جيمس أن منطقته ستكشف إمكانية تقديم عروض للعالم 2034. أشار يعني هذا المسؤول جيمس، نحن نقدر اتصالات الفيفا فيما يتعلق بكأس العالم لكرة القدم 2034، ويشجعنا أنه بعد النجاح الكبير الذي حققته بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 وكأس العالم للسيدات في أستراليا يعني 2023 ستتاح لأسرة كرة القدم في آسيا فرصة مرة أخرى وإظهار قدرتهم على الترحيب بالعالم واستضافة أفضل بطولة في يعني بطولات الفيفا. ومن جهته قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر مساحل أن الوقت مناسب لاستضافة السعودية لكأس العالم، وقال ملفنا مدفوع بحب اللعبة والرغبة في رؤيتها تنمو في كل ركن من أركان العالم. إنها رحلة تحول يعني رحلة تحول في المملكة هي القوة الدفاعية وراء عرضنا، وستضيف البلد كأس آسيا 2027، وأعلنت نيتها استضافة كأس آسيا للسيدات 2026. وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، هو أيضا نائب الأول لرئيس مجلس الفيفا، إنه مسرور لأن الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن عن نيته تقديم
يعني تقديم ملف لاحتضان والفوز بشرف تنظيم كأس العالم 2024 34. وقال: ستقف الأسرة كرة القدم الآسيوية بأكملها متحدة لدعم مبادرة المملكة العربية السعودية الهامة، ونحن ملتزمين بالعمل بشكل وثيق مع الأسرة كرة القدم العالمية لضمان نجاحها. وبعد الموعد النهائي المحدد في 31 أكتوبر للتأكيد الاتحادات رغبتها في تقديم ملفات استضافة، ويجب تقديم ملفات رسمية بحلول يعني أجوان 2024 قبل أن يتخذ الفيفا قراره في أواخر العام المقبل. يعني من غادي يكونوا غادي أنا تبالي باللي السعودية غادي تديها، إلا السعودية قدمت الملف غادي تديها، خاطر السعودية سحبت روحها هذه المرة التالية، سحبت روحها خاطر علاه مع اللي عندهم كواليس يعرفوا في الفيفا، يعرفوا بزاف صوالح وين جبدوا الملف تاعهم، ماشي حطوا الملف، سحبوا الترشح تاعهم. ومصر مع اليونان وقيل مع مصر والسعودية مع اليونان، يعني جبدوا الآخر تاعهم، هذه هي. ما هي سهلة باش تترشح انت كوب دي موند، باش تفوز بكوب دي موند. انا نقول لكم باش تفوز بكوب دي موند ماشي سهلة، والله ما سهلة كاع. كوب دي موند حاجة كبيرة، لازم يكون عندك ركايز تاع قايطون ليشان. والله لا كنا نخطو لها حنايا، والله لا خططنا لها، جات هذه 6 سنين هذه تاع جابوا ذاك جماعة حداد جابوا لنا زريري زر، ولا صابوا الدراهم قالوا يلعبوا بهم، ما خدموا ما والو، ما خدموا ما والو، وي خدمتو ولد عمي والله ما دغيت، وي خديتو حاجة مليحة والله ما دغيت. والله العظيم، والله ما خدمت والو ولد عمي، وما خدمت والو ولد عمي، والله حيا ما خدمتو على بالك. هذه نسيت ختمها، هذه هي ان شاء الله حنايا لهنا يا نتمنى، وان شاء الله يعني علاش لا نظموا كاس العالم تاع الانديه، نظموا كاين تنظيمات كاين بزاف صوالح، وعندنا ملاعب ما شاء الله، عندنا ملاعب عالميه، تهدو سبيطارات كاين سبيطارات، تهدو الطرقات كاين طرق، يعني كيما نقولوا حنايا المطارات كاين مطارات، يعني كل ولايه فيها مطار، حنايا يعني مطارات كبار كاين تاع وهران كاين تاع الجي تاع قسنطينه عنابه كاين مطارات سبحان الله، بنيه تحتيه كاينه، الجزائر ما فيهاش بنيه تحتيه، يكذب عليك اللي يقول لك الجزائر ما فيهاش بنيه تحتيه، فيها بنيه تحتيه على ما فيهاش، فيها نورمال، حيران يقول لك بنيه تحتيه عندنا بنيه تحتيه كيما طرقات كاين طرقات كاين كلش، هذه هي بالتالي كاع ان شاء الله بربي حنا الله يجيب الخير، وان شاء الله ننجحوا كيما راهم ناجحين الناس، هذه هي نحطوا رسالة العمل قدام برك، هذه اللي نقولها قدام برك، ما نولوش مشاريع، هذه يا خويا.
ما تنساوش عطونا جيم كومنتير، بارطاجونا لي فيديو، واللي مشي ابوني معنا، وان شاء الله معاكم دائما بجديد، وربي يحفظكم ويحفظنا معاكم.